يلا هات كوباية قهوتك وتعالى اتفرج على الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده مهم جدا لكل الناس اللي عايزه تعرف ازاي تحسن مستواها في الانجليش، ازاي تذاكر الانجليزي، ازاي اقدر احفظ كلمات. الفيديو بتاع النهارده باذن الله هيحل كل حاجه. هكلمكم شخصيا انا كنت بعمل ايه، يعني كل كلمه انا كاتباها كنت بعملها. فانا في الفيديو ده هوريكم كنت بعمل ايه خلال الثلاث سنين ثانويه عامه، وخلال الثانويه العامه النظام الجديد في ثالثه ثانوي. اول حاجه لازم تعرفها ان انت عشان تتحسن في الانجليزي لازم من الاخر كده يكون عندك كراسه للكلمات، يعني يبقى في كراسه تكتب فيها الكلمات الجديده والكلمات اللي هي مهمه، او كلمات منهجك اللي هي مثلا لو انت ثالثه ثانوي تكتب كلمات منهجك في كراسه كده، وتعمل كراسه تانية للغه. فواحد يقول لي يعني ايه لغه؟ هقول لك مثلا اللغه يعني مثلا تقول لي مثلا graduate بمعنى يتخرج، بتيجي معاها كذا حرف جر زي from و of و as و in، وكل واحده ليها معنى خلاص. يبقى وفي كذا بقى حاجه وهكذا، يعني اللي زيها ودو بتيجي مع ايه، وميك بتيجي مع ايه، والكلمه دي بحط لها حرف جر ايه، والاسم ده بحط له الفعل ايه، وهكذا. دي اسمها اللغه، ماشي؟ يبقى انت لازم يبقى معاك كراسه للكلمات وكراسه للغه، بجد هيساعدك جدا جدا. انا هوريك دلوقتي اهو، ثانيه بصوا، مش عارفه باين ولا لا، بس اها كنت افضل بقى اعمل يعني اجنت اهي، وافضل اراجع ليها كل يوم اهو، ماشي؟ تعالى نشوف كراسه، اوريك كراسه ثانيه. انا وريتك الكراسات اللي عندي مش هنخلص، بس انا مطلعه جزء عشان ماما طبعا تفضل تقول لي انت بوظتي الاوضه، طلعتي حاجات ثانويه عامه تاني، بس اوكي. يعني بصوا يا جماعه اهو، كنت عامله كراسه كمان للجرامر، تمام، واستبر تاني اهو كل ده. بص الفرق بين establishing، بص اهو collect دقتها، بص lower بص، وتفضل اراجع اليوم كل يوم. لازم يكون عندك كراسه، لازم تراجع منها، ما تحفظليش الكلمه او اللانجوج وتمشي. بص الفرق ما بين دي اسمها لغه part of و apart of اهو. عندي ايه الفرق ما بين كلمه indoor و indoors، او الدور و outdoors. بص انا كاتبه مثلا indoor adjective، لكن indoors دي adverb، ماشي؟ وهكذا بقى، هكذا كل كراستي كده اهو. بص كلمات تستخدم فعل واسم، يعني ده كل الكلمات دي يعني تيجي فعل وتيجي اسم اهو. بص هناك افعال تاتي بعدها حال لو معناها بيكم، زي الادجكتيف بمعنى يصبح، ده اسمه ده كده لانجوج. بص طب هوريك كورس تاني، ما مش هنخلص. اكتر كراسه بحبها جدا جدا لانها لانجوج من اولى ثانوي لغايه ثالث ثانوي حرفيا، يعني الكراسه دي بمعنى صح لو ذاكرتها انت هتبقى مش بيرفكت في الانجليش، انت هتبقى بروفيشنال يا عم. بص كل ده كنت حافظاه، كل ده كنت بعيد عليه كل يوم، متخيل؟ بعيد على جزئيه واعمل لها ايام كده، لان عيد على الجزئيه كذا يوم. بص كنت عامله مثلا ايه الفرق ما بين healthy و health. بص act actor actress action، ايه الفرق ما بين invent و discover و explore و find out. بص culture و cultivated، ايه الفرق ما بين make use of او معناها ايه، و make full use of و make the best of، وهكذا بقى. clothe و clothes و clothes و clothing و dressed in و clothing، alone و lonely، ايه الفرق منهم؟ مش هنخلص يعني الفيديو، لو فضلت اوريك كده مش هتخلص. بص go on بتيجي مع ايه، ده اسمها language كده اهو، 1 2 3 4 5 تيجي مع 5 حاجات واحفظهم بقى. قواعد
apply for معناها ايه و apply to و apply in writing دي جملة محفوظة يسهل و make easy. تمام. do او take تيجي مع a course، يعني a course تيجي معها do او take، ويجي بعدها حرف الجر يا اما in او on. what for ما بنفس يكونك بتقول why. اهو project يجي معها ايه، work on و set up و do، ويجي وراهم حرف الجر on. do تيجي مع search وبعد الحرف الجر اللي بيجي بعدهم on او into، يعني I do research on او I do research into. تمام. هوريكم حاجة تانية. فرق ما بين astronaut و astronomer، educate educated وهكذا. يعني بإذن الله لو عايزيني أقرأ لكم أو يعني أشرح لكم كل صفحة من الصفحات دي ما عنديش مانع. بص prefer ده أهو to يجي وراه to infinitive أو يجي وراه الأين يجي على طول. لكن لو جت I prefer watching وجت في النص كده to، يبقى قبليها الفيرب في الأين جي وبعديها الفيرب في الأين جي وهكذا. I would prefer تيجي وراها to والفعل في الإنفينيتيف ويجي في الجملة التانية rather than، يعني هكذا. ماشي. الكلمات المهمة اللي مهمة كنت بعمل عليها بالهايلايت. تمام. experience و experienced امتى كنت مثلا experience اكثر، امتى اجمعها وامتى ما اجمعهاش. و experiment اللي هي بيعتبر تجربة في معمل وكده، بيجي معها الافعال ايه. انا تعبت يا جماعة وانا بفر الكراسة والله. كل ده هتقولي كنت حافظهم؟ كنت صم. بص بقى دو وكل الحاجات اللي بتيجي معاها. تمام. بص متخيل كل ده بيجي مع دو وميك والحاجات اللي بتيجي معاها. فعايزه اقول لك ان من الاخر، يعني انا بوريك كل ده عشان اقول لك في الاخر ان عمل كراسه ده بجد شيء مهم جدا. ان انت تعمل كده كراسه تعتمد عليها في المذاكره، ده هيخليك بجد متمكنه. اللي هو خايف في الامتحان، داخل امتحان ثانويه عامه ولا مش خايفه من الانجليزي؟ ايه ده، كل الناس خايفه من الانجليزي، يلعب في الانجليزي، دي لغه عميقه. لا 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 مش خايفه الحمد لله. وفعلا توقعي كان في محله وجبت الحمد لله، يعني قصد درجه، ده توفيق من عند ربنا. ما شايف كل، انا لو كملت لك الكراسه مش هنخلص دي الكراسه كلها. فتخيل انت بتبذل مجهود، شفت المجهود؟ هو الكتابه اللي انت تكتب كده، بمعنى صح اللي انت تكتب كلمه كلمه وتلونها وتحفظها وتراجع عليها كل يوم، وبعد كده بتقول تقول يا ربنا مش هيوفقني؟ لا طبعا، طول ما انت بتجتهد وبتعمل عليك، يعني متاكده جدا جدا ان ربنا هيديك على قد تعبك. وفعلا ربنا اديني على قد تعبي. اي حد بيذاكر وبيجتهد ما يخافش خالص، ما يخافش خالص. الكراسه دي طبعا لو وريتها لكم هوريكم بقى كل اجنده تانية كنت بعمل فيها ايه بالظبط. بص الاجنده دي، او الاجنده دي كنت بجمع اهو كلمات تاتي اسم وفعل، يعني الكلمه دي تيجي يعني شوك تيجي معنى صدمه او يصدم، بينيفيت تيجي معنى فائده او يفيد، يعني كلمات نفس شكلها تيجي اسم وفعل وهكذا بقى. سوري يا جماعه. اكتر حاجه بقى كنت بحبها this what oh my god what. ده ديكشنري يا جماعه، كنت الكلمه اللي في المنهج بتاعي بتاع ثانويه عامه، بفتح الكتاب اذاكر الكلمات واحفظهم كويس جدا، وبعد كده بقى اشوف لي كلمه في الديكشنري واشوف مثلا ثانيه اوريك اي حاجه، كلمه زي benefit اللي هو تيجي بمعنى يستفيد او فائده، اقرا بقى كل اللي هي اقرا مثلا benefit تيجي في اللغه الانجليزيه بكام معنى، واشوف حروف الجر. ده كل ده كنت بقرا بالانجليش، يعني القراءه في كتر القراءه بيخليك اخر السنه لما تيجي تقرا القطعتين اللي في الامتحان بتاع الثانويه العامه في النظام الجديد، الطوال دول بيخليك، انا قريت القطعتين متخيل اللي هو انا اصلا خلصت الامتحان، بمعنى صح عشان يعني اكون صريحه انا خلصت الامتحان فنشته اول ساعه، متخيلين؟ اللي هو انا بقرا القطعه في الانجليزي يكوني بقرا قطعه بالعربي من كتر القراءه اللي انا بالقراءه في الانجليش، ومن كتر ما انا كنت ببحث في الكلمات واقرا الامثله واشوف بينيفيت دي تيجي معنى ايه، اهو المعنى التاني ليها ايه، المعنى التالت ليها ايه، المعنى الرابع، طب ايه حروف كل ده
كنت بحب الديكشنري ده قوي، حروف الجر بتيجي معايا على معتقد اسمه لونج مان، يعني هو المفروض كانوا بيستخدموه ايام الثانويه العامه في زمان قوي. فجاري طلعه لي، جه في وقته بجد، طلعه لي اول السنه ثانويه عامه، وقعدت بقى اذاكر منه كل كلمه في الثانويه العامه، كنت اشوف ان هي ليها مثلا فيها خدعه في الاسئله وكده ابحث على طول عنها هنا اهو. هوريك حاجه، ايوه surprised happy sad اهو، كنت احفظ عادي جدا الحاجات دي. ده برضو لونج مين بس كان بتاع اعدادي. بص بص حتى انا بص عامله ايه، انا اللي عامله كده هوريك، عامله حرف الاي بي، يعني اول ما افتح الاقي حرف السي دي اي اف اهو وهكذا. تمام خلاص انا عملت نوت، انا عارفه انا طولت عليكم بس انا بوريكم صراحه انا كنت بعمل ايه. خلاص عملنا نوت بوك وكتبنا الكلمات واللغه، ما اكتبش الكلمات واللغه واروح اسيبهم، لا كل يوم اراجع على الكلمات، اراجع اللي انت مثلا تعمل لك في الاسبوع، اللي انت كل يوم تراجع لك صفحه، تراجع لك صفحه، تيجي الاسبوع التاني تزود عدد الصفحات اللي تراجعها وهكذا بالاستمراريه مش من مره واحده. انا عن نفسي كنت بحفظ 50 كلمه في اليوم، هتستغرب لو واحد مبتدئ، مبتدئ يعني في حفظ الكلمات وعمره ما حفظ كلمات او كده، او حفظ الكلمات ده تقيل عليه، ابتدي ب 10، بعد كده زود زود، يعني انا عشان اوصل اللي انا احفظ 50 كلمه ويزيد عن كده ممكن توصل ل 70، متخيل؟ ده محتاج منك مجهود. يعني الاول كنت بحفظ عادي 10، يعني قعدت كده مده احفظ 10 كلمات كل يوم، بعد كده قلت بالنسبه لي بقى الايه 10 كلمات دول بقى ايه الهبل ده، 10 كلمات ايه، طب ما ازود شويه، ها 15 بعد كده 20، بعد كده بقت بالنسبه لي مثلا 20 كلمه ايه التفاهه دي، او انا حفظت حاجه ما حفظتش حاجه، دخلنا على 30 لغايه ما وصلنا لل 50. انك تحفظ 50 كلمه كل يوم مش هتيجي مره واحده، لا افضل كده يا سيدي النهارده 5، بكره زود يبقوا مثلا 7، افضل كده زود لغايه ما هتلاقي انت بعد كده تقدر يعني تحفظ اكتر من 80 كلمه في اليوم عادي. انا اصلا كان المستر كان بيعمل لنا كلمات للترانسليشن، كان بيبقوا مثلا 200 كلمه، انا بقعد اقرا لي 200 كلمه دي قبل ما اروح الدرس واسمعهم كلهم صح، من كتر ما انا خلاص بقى بالنسبه لي الموضوع سهل والحفظ بقى سهل وبالنظر كده. فطول ما انت ايدك في اللغه بجد اللغه هتبقى بالنسبه لك سهله جدا. ماشي، يعني انت دلوقتي حاول كده تحفظ لك 10 كلمات وبعد كده افضل زود بس كل يوم، اول ما تصحى من النوم اعمل ريفرش لدماغك واحفظ لك كلمات، قبل ما تنام بص لك على كلمات تانيه، جميل، وهكذا كل يوم. تيجي بقى في يوم تراجع على اللي انت مثلا كنت حافظه النهارده وهكذا، يعني اعمل جدول كده لنفسك وسيستم نفسك. وانتوا لو عايزين نعمل لكم جدول ازاي كنت بذاكر وازاي كنت مثلا بعيد الكلمات واعيد مراجعتها، تمام. لو انت بتسمعني في اولى ثانوي دلوقتي يا ريت تدح الانجليزي من اولى ثانوي، يعني ما تقولش مثلا اوكي احنا السنه دي احنا عدي ثانيه ثانوي، السنه دي لا السنه دي برده هعدي، وتيجي في ثالثه ثانوي تذاكر جامد. اوكي انت لو ذاكرت في ثالثه ثانوي جامد، بس انت لو ذاكرت جامد يعني مش عايزه اقول اللي هو يعني مش هيبقى الحصيله زي ما ذاكرت 3 سنين. طب انت لو واحد في ثالثه ثانوي دلوقتي وما ذاكرتش ولا اولى ولا ثانيه وكنت ذاكر كده عشوائي، هقول لك لازم تذاكر في ثالثه بطريقه خبيه في الانجليزي خصوصا. طول ما انت قاعد كان انجليزي 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 انجليزي، لازم يكون عندك كميه كلمات بشراهه. فانت لو في ثالثه ثانوي وما عندكش اي حصيل كلمات خالص وكنت داخل اولى وعديتها وثانيه كده ببركه الله، لا يبقى اتكل على نفسك قوي 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 وهتلحق. واسيبك من اللي يقول لك مش هتلحق، وانا اتكلمت على الفيديو اللي كان فيه النصائح، ان سيبك من الناس اللي تقول لك يا عم ده انجليزي لغه مش هنلحق نلم حاجه. والله كان في واحده صاحبتي تقدر تقول لي احنا استحنا نلم حاجه في الانجليزي، الانجليزي ده لغه ومش هنجيب فيه درجه عاليه، احنا لو عدينا النص اصلا. طب ازاي يعني النص؟ في درجه مالكش دعوه بكلام صحابك في وقت غصب عن اي حد، تمام. جميل، عايز اقول لك على حاجه، لو انت في ثالثه ثانوي في النظام الجديد ذاكر منهج كويس جدا 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 فوق ما تتخيل، اتقنه قوي 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 قوي، وحل اسئله كثيره جدا على منهجك، وبعد كده بقى ابدا كل كلمه وتوسع فيها. بمعنى اقول لك مثلا انت حفظت 100 كلمه واخدت اتشيفمنت انجازات، تمام، ابدا بقى اعرف اتقن بقى ان 100 بتيجي مع اتشيفمنت، ان مثلا الكلمه اللي عندك في منهجك دي يجي معاها حرف الجر ايه. انا كنت بعمل كده مثلا، مديني في مثلا كتاب جيم، كنت بحب كتاب جيم، مديني كلمه اشوف بقى بعد ما اخلص اذاكر اليونت كويس جدا واحل عليه اسئلته كلها واذاكر جرامر واللانجوج كويس جدا، ابدا بعد كده الكلمه دي بيجي معاها حرف الجر ايه، مش كاتبين في الكتاب بس انا عايز اعرفها اوف ولا فروم، وفي الاخر هوب البس في الامتحان بتيجي في الامتحان، فاقول الحمد لله اللي انا عملت كده. ف عارف لو حفظت يعني الكل اليونت بتاعك كويس جدا وذاكرته كويس جدا واتقنت اللغه اللي بيحطوها في الكتب او اللي انا لو عايزين اديها لكم اللي كنت عاملاها على كل يونت، ما عنديش مشكله ان انت كده خلاص مش هتحتاج حاجه في الانجليزي.
اهو بص، ده كان بيفيدني قوي 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 قوي، اللي انا كنت دايما براجع على يونت. إيه اللي انا مثلا اخدت يونت 1 والمستر اداني يونت 2، اوكي هذاكر يونت 2 بس ما انساش يونت 1، او مذاكر يونت 1. يجي المستر يدينا يونت 3 اذاكر يونت 3 بس برضه ما انساش يونت 1 ويونت 2، فذاكر يونت 1 ويونت 2. من كتر الاعاده دي اخر السنه يونت 1 ده اراهنك ان انت مثلا هتقراه في 10 دقائق، يونت 2 هتقراه برضه في 10 دقائق من كتر المراجعه والتكرار. انا لما راجعت 16 يونت، انا ممكن ناس تاخد معاهم 3 و4 ايام، انا كان ممكن بياخد معايا يومين بكتير، 16 يونت براجعهم في يومين. ده ايه ده ازاي؟ من كتر التكرار والاعاده وان انا اعيد وازيد واعيد وازيد، فاللي هو خلاص انا هضمت المنهج واتقنت اللغه بتاعته وذاكرت الجرامر كويس وحليت كتير، فالحمد لله انا مطمن فيه. واهم حاجه في الثانويه العامه كلمات كلمات ولغة، كلمات ولغة، مش هقولها تاني. ماشي، حل بقى في كتب كتير جدا 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 طول ما انت قاعد. اقرا اقرا في الكتاب، اقرا اسئله، اي سؤال اي سؤال تلاقيه على الفيسبوك اقراه وحله. مثلا تبقوا مشتركين في جروبات على الفيسبوك بينزلوا اسئله انجليش وكده، حل وخش واعمل كومنت وشوف هتبقى الاجابه ايه. اي حاجه تلاقيها في طريقك حلها. انا كنت بحل من كتاب جيم المعاصر، طبعا مذكرات المستر بقى كان عامل لنا زي 200 سؤال. A1 ده كتاب ممتاز جدا حليته في المراجعة النهائية. في يوتيوب، اليوتيوب كان فيه قنوات بتنزل امتحانات، يقول لك مثلا امتحان على يونت 1 اخش واحل. التليجرام كنت مشترك على جروب، على جروبات تليجرام بتنزل تيست واسئله برضو بحلها. في كتاب ذا بيست كنت بحل منه، فاللي هو بص طول ما انت قاعد حل انت وراك ايه. ماشي، واحد يقول لي هو انت كنت تاخد كورس؟ انا عمري ما اخدت كورس، عمري حرفيا ما اخدت كورس. طب هل احنا محتاجين كورس؟ لا لا، في الثانويه العامه انت في اولى ثانيه ثالثه انت مش محتاج كورس. اما الكورس ده ايه؟ للليسننج والسبيكنج. يعني ايه؟ عشان تبقى ناتيف سبيكر، عشان اللي هو تبقى مثلا معاك لغه متمكن منها، انك مثلا تتكلم مع شخص امريكي او تسافر او كده. فالكورسات في الثانويه عامة لا داعي لها. اما انت تعمل في الثانويه عامة تحفظ كلمات كتير وتذاكر لغه منهجك كويس وتحل، بس مش اكتر من كده. لان اي لغه، اي لغه فيها اربع حاجات: listening reading speaking writing. انت محتاج ايه؟ listening طبعا انت في ثانويه عامه دلوقتي انت مش محتاجها، انت محتاجها مثلا بعد ما تخلص ثانويه عامه عشان الكليه والتوظيف وتبقى اما تيجي تقدم الشغل وكده السي في بتاعك يعني. والسبيكنج لا برضو. اهم حاجه الريدنج، الريدنج والرايتنج، اللي انت كده تعرف تكتب. يعني وانت بتكتب مثلا السي، انت طبعا مش محتاج تكتب، بس انا اما كان قبل ما يقولوا القرار، احنا كنت عارفين طبعا دفعتنا اكتر دفعه نزل فيها قرارات بشروها، فاللي هو في السي لا مفيش السي، فاحنا كنت على طول متعوده اكتب السي، يعني اللي هو تبقى عباره عن صفحه كامله. فتعود اكتب كتير واقرا كتير، اقرا اقرا قطع. انا لما اجي مثلا بشوف حاجه بالانجلش اللي انا ازاي مثلا احفظ الكلمات او كده، ببحث عنها بالانجلش. يعني ما بحبش اجيب مواقع بالعربي، فاقرا بقى هم الاجنبيين بينزلوا ايه عشان اقدر احفظ الكلمه بسرعه وكده. فانا حتى المواقع اللي كنت ابحث عنها في اي حاجه انجليزي كنت ببحثها باللغه الانجليزيه. يعني مثلا اي واحد بيكتب على جوجل ازاي احفظ الكلمات بسرعه، لا انا كنت بقى بكتب بالانجلش هاو تو ميمورايز ووردز، يجي لك بقى اللي هو الويب سايت موقع كله بالانجلش كنت بقراه وبفهم. فطول ما انت بقى اي كتاب انجليزي ريدنج افضل اقرا قصه بالانجليزي. انا كان عندي قصه، انا عندي قصه في الانجليزي بس انا مش هسيب الفيديو واروح اجيبها، افضل اقراها. فاي حاجه تقراها وتعلم منها. جميل، عايزه اقول لك بقى دول دول اللي هيخليك داخل امتحان ثانويه عامه 2022 مش خايف في اللجنه من حاجه، ومش خايف من الامتحان خالص. ايه هما؟ اللانجوج دي ما قلت لك، والسكيلز وحفظ الكلمات، ميمورايزنج ووردز حفظ الكلمات. عشان خاطري حفظ الكلمات هيخليك تقرا القطعه الطويله اللي بيجيها لك في الامتحان، يكونك بتقرا قطعه باللغه العاميه في العربي. فحفظ الكلمات مهم جدا. اللانجوج اللي بيسالك عليها في الاختيارات، اول الاسئله، اول 20 سؤال لانجوج في الامتحان بتاع الثانويه عامه، اللي هي الكلمة دي تيجي معاها make ولا do ولا give ولا كي، اللي مثلا الكلمة دي تيجي معاها الفعل ايه، دي اسمها language، او الكلمة دي بيجي معاها الحرف جر ايه، بيلعبك قوي عليها الجزئية دي. السكيلز والمهارات كل ده موجود في الكتب الخارجية. ده كتاب جيم بتاع السنة اللي فاتت، هي دي language اللي انا قصدي عليها، اللي انت ايه الفرق بين دي ودي ودي ودي، والفرق بين وين وبيت وجين، وكل الحاجات دي اسمها language. تمام، هي دي. انا كنت اقدر يعني واحد هيقول لي ايه ده، هو في حد بيقرا listening؟ اقول لك انا يا سيدي كنت بقراها اهو، أو تخطيطي أهو السنة اللي فاتت أهو، ونوترالي وحفظ وين أي وضعت أنيفرسيتي، وأفضل كده أتكلم مع نفسي بالإنجلش، فكنت بقرأها عادي جدا
واقرا بقى النوتس اللي على الجزئيه اللي انا قريتها. بص اقعد، واحد يقول لي ايه ده، هو حد هيقرا الريدنج تكست؟ اهو اهو بالدليل اهو، وانا جاي كتاب السنه اللي فاتت كنت بقراها عادي. اي واحد هيقول لي انا بحفظ الكلمات وبذاكر اللانجوج، ما هقرا بقى الليسننج ليه والريدنج؟ اهو ادي ده كتاب استوبر بتاع السنه اللي فاتت، اهو كتاب السنه اللي فاتت. ف انا كنت بعمل كده. ما انت عايز تتفوق في الانجليزي ازاي؟ اول حاجه عايز اقولها لك تاني، ان مش حاجه اسمها يا ريت ما تفضلش تقول لنفسك انا بكره الماده دي، انا مش هفلح في الماده دي. انت كده بتدي اصلا اوردر لدماغك، اللي انت بتقوله بتقول لدماغك يا ريت ما تدخلش ولا كلمه من الماده دي في دماغك. يعني انت ما تقول بكره الانجليش او ما بحبش انجليش او مش هفلح، انت كده بتدي اوردر لدماغك اللي هو ما يستوعبش اي كلمه انجليزي. فطول ما انت قاعد، لا الانجليزي سهل وانا بحفظ الكلمات حبه ممتاز، ومذاكر اللغه حبه ممتاز، هي شويه بس مجهود وايه يا عم، ومثلا ما مش عارفه ده مش ما كانش مثلا ممتاز في الانجليزي وبقى ممتاز، اي حد ما كانش مثلا ممتاز في الماده دي بقى ممتاز. فهتبدا بقى تدي لنفسك تحفيز. ايه يا ماده، انا كنت مثلا اقول لك ايه، انت تخوفيني معلش، انا والله كنت امسك اي ماده كده، انت تخوفيني معلش، والله والله تفوق عليك. فافضل كده كلم نفسك كده، ودي لنفسك يعني تحفيز اللي هو لا مش ماده اللي هتخليني احبط يعني. تمام. في حاجه جميله جدا بقى لحكايه، هو انت زي كنت بتحفظي الكلمات؟ ماشي، انا بحفظ كلمات وبذاكرهم وبنساهم. بص يا سيدي، كنت بستخدم حاجه اسمها فن الاستذكار. هتقولي يعني ايه؟ هقول لك يعني افضل اربط الكلمه دي بحاجه مثلا مع اخواتي واقعيه، حاجه اول ما اشوفها افتكر الكلمه، اشكال في الكلمات لو شفتها. يعني مثلا بص بص التخلف بتاعي معلش، هو بالنسبه لي ممكن نقول ايه التخلف ده، بس انا كنت بالنسبه لي بحفظ كده. بص ديستراكت منطقه سكنيه صح، وفي ديستراكت ديستراست وديستارب. طب انا احفظهم منين؟ بص ديستراكت عليها نقطه ومنطقه سكنيه فيها نقطه اهي، يعني نقطه اهو نقطه، خلاص يبقى دي منطقه سكنيه. ديستراكت جاي من اتراكت، اتراكت مي، فعكسها ديستراكت يجذب. ماشي، ما انت كل ما يكون عندك موسوعه في الكلمات هي بالنسبه لك الحفظ هيبقى تافه والله. ديستراست انا على طول اسمع يو تراست مي، يعني انت تستطيع ان تثق فيا، فانا حفظها ان تراست معناه تثق، خلاص يبقى ديستراست عكسها لا يثق. ديستورب انا كنت حافظه بذر يعني يزعج، وبذر فيها بي خفيفه، وديستورب فيها بي خفيفه، يعني دي حفظها زي اسمي، وديستورب فيها بي خفيف، خلاص اول ما تلاقي كلمه اخرها بي دي بتساوي بذر يزعج. فانا كنت بعمل الكلمات كده. طب انت بتعملي الكلمات دي على اساس ايه؟ على اساس ان انا معايا كلمات كتيره جدا حافظاها فبتساعدني يعني. ماشي، بص بقى من ضمن فن الاستذكار اللي انا مثلا منساش، كنت بعمل كده وولر وارسمها، نوتي وارسم نوتي يعني شقي، واكتب بقى هنا شقي وهنا ميه وهكذا. كنت يعني اغلب الكلمات بعملها كده، كنت بحب اللي هو فراغ يعني، بحب اعمل كده قوي اللي هو عايز اغير من نفسيتي، فكنت اعمل كده. اوريك حاجه ثانيه بقى برضو، كل ده حاجات بقولها لك اللي انت ازاي ما تنساش الكلمات. كنت بعمل ايه؟ بقرا لي. بص كنت امسك الكتاب افتحه اشوف الكلمات اللي انا عايز احفظها اقراها، اول حاجه بعملها بسم الله الرحمن الرحيم اقرا كل كلمه بالانجلش والعربي. يعني مثلا اشوف الكلمه مثلا في مكتوبه في المذكره، مثلا اكسيدنت معنى حادث، مش عارفه اكتر ممثل، اكترس ممثله. كنت افضل احفظ كل يعني ما احفظ يعني اقرا كل كلمه، مثلا بعدي على 100 كلمه بقراهم بالانجليزي والعربي، وبعد كده بقى اكتب كل كلمه بايديا واكتبها بالعربي. يعني مثلا انقل المكتوب في المذكره اكسيدنت واكتب هنا مثلا معناها حادث، وبعد كده اقوم عامله ايه، اقوم ماسكه كده وعامله كده، يا رب يكونوا شايفين. بس ايه ده عملت ايه يا لهوي؟ اقول لك بقى اجيب الورقتين دول تمام، بعد ما قراتهم وقراتهم بالعربي بالانجلش من المذكره او من الكتاب، واقوم ماسكه دي خليها على جنب دلوقتي، يعني خليها على جنب اخفيها كده في الكتاب، حطها في الكتاب كده، وامسك دي. جيب بقى قلمك الرصاص، اكسيدنت انا قريتها حادث، اوكي اكتر ممثل، اكترس ممثله، ادلت لا 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 مش فاكريها، اوكي طب خليكي دلوقتي مثلا يعني ادفنتشر مغامره، اوكي ابل باي فطيره تفاح، اوكي ماشي فطيره تفاح، كالتشر لا لا مش فاكريها خلاص، هيريتج دي مهمه جدا، تروس تروس، جرادويت ان يعني ايه، جرادويت فروم، جرادويت اد، جرادويت اوف، افتكرت جرادويت ان معناها يتخرج مجال كذا، يعني هنا اقول لك جرادويت ان ميديسن يعني انا متخرج من مجال الطب،
graduate in medicine، المجال اللي بدرسه. graduate from، بتخرج من كلية ايه؟ graduate from بتيجي وراها اسم الكلية، faculty of medicine. graduate انا مثلا انا بتخرج كدكتور، as doctor، يعني تيجي بعد as الوظيفة، يبقى ان تيجي وراها المجال، from الكلية، و as الوظيفة a graduate of، ده اسم معناها خريج، وتيجي وراها ورا graduate of اسم الكلية، faculty of medicine، وهكذا بقى. خلصت الورقة دي، خلصتها، خلصتها اللي انت كتبت بالعربي. تقوم بقى ماسك الورقة اللي انت كنت عاملها وتكتب بقى كده: حادث، accident، ممثل، actor، تمام، ممثلة، actress، مغامرة، لا، ادفن، لا نسي بقى حروفها، مش مهم، خليك انت اهو، هشوفك بعد ما اخلص. فطير التفاح، دي سهلة دي، ابل بوي. ثقافة، لا نسيها نسيها، لا مش مهم، اوكي ماشي، وهكذا بقى. انا بوريك بس مثال، وهكذا تفضل تعمل كده، ده هيساعدك في حفظ الكلمات. يبقى احنا اول حاجه بمسك فيها الكتاب بقراهم سريعا، ثم اعمل الطريقه دي اللي انا انقل من المذكره كل كلمه، واعمل اهو هنا الانجليش، وهنا على طول معناها بالعربي، واقوم بقى اقطع الورقه كده واكتب معناها بالعربي، وهنا اكتب المعنى بالانجليش. الطريقه بعد كده، بعد ما اعمل كل ده، ايه، يجي مثلا تاني يوم يعدي 24 ساعه، اقراهم كام تاني، اقراهم تاني. في كلمه مثلا حفظتها، يعني مثلا كلمة الثقافة دي حفظتها بس بنساها، يعني أنا بعد ما خلصت كل ده وجيت بصيت الكلمات اللي واقفة معايا، كتبت إن هي ثقافة يعني كالتشر، جيت تاني يوم نسيتها، أعمل إيه بقى؟ تفضل تعمل إيه؟ تكررها. التكرار في اللغة حاجة جامدة، تفضل تكرر كالتشر 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 كالتشر، شفويا تكرر شفويا، وتكرر كتابيا، يعني كنت أفضل أنزل بالكلمة 5 مرات، كالتشر أهو كالتشر، وانطقها، أراهنك مش هتنسيها. كلمة مش داخلة دماغي خلاص، ينزل بيها، يعني في أمل، يا أما أنزل بيها وأفضل أكررها، تفضل تكررها وتنزل بيها، بس كده، تمام. آخر حاجة هنهي بيها الفيديو، هقول لك إيه اللي كنت بستعين فيه من الأبليكيشن أو القنوات وكده. بص يا سيدي، أنا لما أكون مخنوقة نفسيا، ما بضايق، أنا مش عبيطة برضه، الوقت عندي بدقيقة، أنت ثانوية عامة نظام جديد، يعني محتاج مجهود اكتر ما كنت، المكان اللي النظام القديم يعني بيحتاجوه في اللي هم يحفظوه، فانت نظام جديد كل كلمه متوقع انك توصل عليها، فالمجهود محتاج ان يبذل، ما فيش واحد ما يبذلش حاجه طول السنه ويقول انا ما جبتش مجموع او الوزاره ظلمتني، تمام. انا لما اكون مخنوقه نفسيا مش عارفه اعمل ايه، وعايزه العب ومش عايزه، كنت مسحه الفيسبوك، مسحه الماسنجر، بخليها الواتس والتليجرام، عشان الواتس كان المدرسين بيقولوا عليهم مواعيد، والتليجرام كنت مشتركه في جروبات اللي برضو اللي هي ليها علاقه بالمواد وكده، فدول افتحهم ساعة بالكتير في اليوم، مزودش عن كده. امتى بقى تقعد موبايل ممكن اكتر من ساعة وكده؟ اما تكون بتسمع بس فيديو تعليمي، انك درس مش فاهمه في الفيزيكس وعايز مثلا تفهمه، اوكي، والدرس مثلا على اليوتيوب في القناة اللي انت دخلتها وفهمت المدرس بتاعهم، قعد ساعتين، تقعد الساعتين تقعدهم، ما تقولش مثلا لا انا سمعت نص ساعة تعبت بقى اروح اعمل لي كوباية قهوة واجي تاني، لا، تقعد الساعتين ساعتين تشرب كوباية، جنبك المية وجنبك حاجات كده زي مثلا لوز، بندق، أي حاجات كده، فاكهة، جنبك كوباية القهوة. أنا كنت بخلي عندي يعني بمعنى أصح اللي هي السبرتية دي، مسافة في الأوضة، كنت أقفل عليا الأوضة والسبرتية دي، يعني قوارب الأوضة كده والسبرتية دي خليها. اتفرجت على ساعة من الفيديو واتخنقت، أقوم أولع سبرتية، أقف كده على القهوة، أخدها أرجع تاني بنشاط جديد وأكمل وأخلصه. لكن ما تسمعليش نص ساعة وتروح بقى تهزر مع إخواتك وتروح تتكلم مع مامتك وتقول لمامتك أنا عايزة ماما حاجة أشتريها لك من تحت، وبعد كده ترجع تاني، يبقى أنت كده ما بتذاكرش معانا صح. ماشي. أما أكون بقى كنت مخنوقة، فكرك مثلا كنت بلعب، كنت بلعب، بتلعبي؟ عارف كنت بلعب إزاي؟ كنت بخش على أبلكيشن بالإنجليزي، بيعلم الإنجليزي بس بشكل اللي هو بازل، اللي هو انت ايه، كنا لعبه، حاسس ان في متعه وانت مثلا على الابلكيشن نفسه. دول على طول كنت مخليهم على موبايلي، الاربع ابلكيشن دول، طبعا جوجل ترانسليت لاغي عنه، اوكي، التلات ابلكيشن دول بجد يعني كيك، ده بيقدم فيديوهات بالانجلش كده زي حاجات يوميه كده، بس كلهم بيتكلموا بالانجلش، كنت اقعد اسمع. دولينجو ده يفضل يجيب لك كده اسئله وتجاوب عليها، يعني يفضل يعلي في مستواك، اول حاجه الصفات، تاني حاجه مش عارفه الوظائف، تالت حاجه اسماء العائلات، فكنت افضل اخش على المستوى واللي بعديه وكده، ده بالنسبه لي كان العابي. القنوات بقى اللي كنت بحب اتفرج عليها، سواء
هتذاكرها قنوات دي لمنهجك او لغير منهجك، يعني انت مثلا اولى ثانوي وقاعد في الاجازه، فتقدر برضو تسمع القنوات دي. بص يا سيدي، حرفيا حرفيا كروين القنوات اللي كنت بحبها واغلب الوقت كنت عليها الخطه التعليميه انجليشاوي، قناه مدرستنا حصص مصر، انجلش وذ روني. انجلش وذ روني دي مش مصريه، دي اجنبيه بتشرح الجرامر بالانجلش، كل حاجه بالانجلش. واحده امريكيه يعني امريكيه بتشرح كل حاجه بالانجليزي يعني اكيد يعني لغتها. فلو كان واقف معايا درس في الجرامر، فكره كنت اخش على مدرس يشرح الجرامر باللغه العربيه، يعني مثلا المضارع البسيط يتكون من، لا كنت اخش على دي. بحبها جدا 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 جدا، تشرح جرامر تشرح كلمات وكنت بس وبفهم، وتخلي الفيديو بالانجلش، ما بعملش مثلا خاصيه الترجمه، لا كنت بسمع الفيديو بالانجلش وبفهم جدا اي جرامر كان واقف معايا، كنت بخش على القناه دي. ممكن كتير منكم ما يحبوهاش لان كلها بالانجلش، او في واحد مثلا يعمل خاصيه ترجمه، لا انا كنت بفضل ان انا ما اعملش خاصيه ترجمه عن نفسي يعني. عندي الخطه التعليميه جميله، عندي قناه مدرستنا حلوه جدا، وعندي حصص مصر المدرس الانجليزي اللي كان عليها بيدي لانجويج بطريقه جميله جدا جميله جدا جدا جدا، كمان انجليشاوي. يعني مثلا سمعت الجرامر من هنا وخلصته كده وعرفت احل عليه، جيت بقى اخر السنه عايزه اراجع كل الجرامر بتاع المنهج، اخش على انجليشاوي اسمعه بقى باللغه الايه، باللغه اللي هو مصري بيشرح يعني. فدي القنوات اللي كنت ايزي انجلش، في انجلش وجنس ده برضو واحد كده اسمه، كنت برضو بحب اتفرج عليه. فدي القنوات كروين انا شخصيا كنت بحبها جدا. وفي بقى اللي هو استاذ سميكة اللي هو مدرس الانجليش، انا كنت عامله فيديو على قناتي مين افضل المدرسين في الانجليش بتاع منهجنا بقى، المنهج نفسه بتاعنا اللي هو مدرسين مصريين، لكن اغلب القنوات اللي هنا مدرسين امريكان. فلو انت ما بتحبش كده يعني، خش بقى على الفيديو بتاع مين افضل المدرسين وهتلاقي يعني باذن الله هتستفيد يعني. وكده انا عارفه ان طولت عليكم، بس انا كنت عايزه اديكم اكبر افاده. يا رب تكونوا استفدتم، يا رب تكون عقده الانجليش، انا ما بسميهاش عقده لان اللي يفضل يقول الانجليش صعب ومتعقد وكده بزعل منه جدا يعني. مش حاجه في الحياه صعبه، والله العظيم ما فيش حاجه في الحياه صعبه ابدا، اللي عايز يعمل حاجه من الاخر هيعملها. يا رب كده تكونوا فرحتوا بالفيديو ده، واي حاجه عايزيني اعملها لكم، لو عايزيني اشارككم اللانجوج اللي معايا في المذاكره اللي هتهلكم اللي كانت بالالوان دي من عينيا، وبالتوفيق يا رب. وذاكروا، ها ذاكروا كده واجتهدوا كده وعادي، ويعني اتفسحوا وغيروا عن نفسيتكم عادي. وسيبك من اللي يقول لك ثانويه عامه نظام جديد ده بعبع ومش هتجيب مجموع والدنيا هتبقى صعبه والوزير هينفخكم، مالكش دعوه خالص، كذا مره بقولها. ولو عايز تعرف انا كنت بعمل ايه، نصايح بتاع الثانويه العامه، في فيديو برده على القناه اتفرجها، وفي برده افضل مدرسين في الثانويه العامه لكل المواد اتفرج عليه. وبالتوفيق يا رب.